صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الأيام أيام أفراحي وسروري أئمة أهل بيتي العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحادي عشر من ذي القعدة هو يوم ولادتي الإمام الرؤوف أنيس النفوس المدفون بأرض طوس السلطان علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه المناسبة العظيمة نهنئ ونبارك ذكرى ميلاده لحفيده صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومن خلاله نهنئ ونبارك هذه المناسبة لمراجعنا العظام رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين، ومن خلالهم نبارك هذه المناسبة لسائر المؤمنين ومحبي وعشاق علي بن موسى الرضا ولجميع المستضعفين في هذا العالم. أحياء ذكرى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أحياء مواليدهم هو أحياء للنفس ونفخ لروح الحياة وتجديد لطاقة الحياة في الذات البشرية. عندما نقول أحياء مولد من مواليد الأئمة بمعنى أننا نحيي ذكره وذكراه في العقول والقلوب والأنفس، وتبعا لذلك تتجدد الحياة الإيمانية والمعنوية لمن يعيش هذه المناسبة ويعطيها ويؤديها حقها. التخلق بأخلاق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، الاستفادة من ذكرى مواليدهم للتزود لحياتنا الإيمانية والمعنوية هي أهم أهداف مثل هذه المناسبات. وعندما نقول التخلق بأخلاق الإمام الرضا سلام الله عليه بمعنى إعادة خلق يعيشها الإنسان في ذاته، خلق متجدد لجميع مقومات الحياة الإيمانية، إبداع متجدد لجميع العناصر التي يحتاجها الإنسان في سلوكه لله عز وجل. إحياء أمر الأئمة، إحياء مناسبات مواليد الأئمة سلام الله عليهم، محطات يتزود منها المؤمن لإعادة خلق تلك العناصر الأبدية في ذاته. لماذا؟ لأننا نعلم أن حياة الفرد المؤمن، حياة الإنسان بشكل عام، لا يمكن أن نقيس مداها بمدى سائر الوجودات المادية الأخرى. يعني مثلا الكواكب النجوم أعمارها، يعني من لحظة تكونها إلى لحظة أفولها لعلها تعيش أو تحضر في عالمنا هذا ملايين السنين. حياة الفرد، حياة الإنسان، وخاصة الحياة الإيمانية للمؤمن الموالي لا يمكن أن نقيسها بهذا المعيار. لماذا؟ لأن جوهرها وأساسها الروح، وهذه الروح هي متعالية عن المادة، متعالية عن الزمان، متعالية عن المكان، بل هي ممتدة في عالم الأبد، بل هي مستمرة في عالم الخلود. هذه المناسبة هي محطة نتزود منها لحياتنا الأبدية. ما معنى نتزود منها لحياتنا الأبدية؟ يعني نعلم أن الإنسان في سفره يحتاج إلى زاد، الإنسان في سفره يحتاج إلى أكل، الإنسان في سفره يحتاج إلى ما يمكنه من أن يعيش ذلك السفر إلى أن يصل إلى مبتغاه. وبمقدار طول السفر، يعني الإنسان الذي سيسافر لأسبوع سيتزود بكم معين من الأكل، الذي يمتد سفره لشهر لا شك أن زاده سيكون ماذا؟ أكثر وأكبر من ذلك الشخص الذي سيكون زاده لمدة أسبوع.
طيب المؤمن الذي يعلم أن حياته في هذا العالم هي مستمرة في عالم الخلود، فإنه يتزود من هذه المحطات، يعني ذكر مواليد الأئمة سلام الله عليهم، يتزود من هذه المحطات بذلك الزاد الذي يمكنه ماذا؟ يمكنه من أن يعيش حياة الأبد، حياة الخلود، ذلك البقاء، يعني حياة البقاء، عالم البقاء، الاستمرار في عالم الزمان. لا شك أنه يحتاج إلى زاد أبدي، يحتاج إلى عقل وعقلانية أبدية غير فانية، يحتاج إلى علم لا حد ولا نهاية له، لأن العلم المحدود، العقلانية الفانية، الزاد المتناهي، هذه الأشياء ليست من مقومات حياة الأبد وحياة الخلود، ليست من مقومات بقاء الإنسان في بعده الروحاني. إذن الأصل في التمكن من ذلك الزاد الباقي هي هذه المناسبات، ذكر مواليد الأئمة سلام الله عليهم، ننهل من أنوارهم، نستفيد من أنفاسهم، نقتبس من بركاتهم ما يمكننا أو ما يؤهلنا لتلك الحياة الباقية. طبعا عندما نقول الحياة الباقية لا يعني أنها حياة ستأتي في مستقبل هذا العالم، بل هي حياة بدأت منذ دخول الإنسان في عالم الإيمان، منذ بداية تكليف الفرد ووصوله إلى مرحلة النضج والرشد المعنوي الذي يؤهله من تلقي الخطاب الإلهي. منذ تلك اللحظة بدأ الإنسان حياته الإيمانية، حياته الباقية. ذكر مولد الرضا سلام الله عليه تحيلنا على أهم العناصر لتلك الحياة الباقية، ألا وهي عنوان الرضا والرضوان، اللذين هما بعد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. طيب من باب المقدمة، نحن نعلم أن الإمام الرضا سلام الله عليه كانت إمامته في أواخر القرن الثاني للهجرة، يعني بدأت إمامته سلام الله عليه بعد شهادة الإمام الكاظم تقريبا في 183 للهجرة، يعني في أواخر القرن الثاني للهجرة، وامتدت يعني كما امتدت ولاية الإمام الرضا سلام الله عليه، امتدت تقريبا 20 سنة، يعني بدأت 183 للهجرة واستشهد سلام الله عليه تقريبا 203 للهجرة، يعني 20 سنة. وهذه المرحلة، يعني المرحلة الأخيرة، الربع الأخير من القرن الثاني وبداية القرن الثالث، هي مرحلة أوج ما يسمى بالحضارة العباسية، مرحلة الإنتاج العلمي والمعرفي والإبداع البلاغي والحكمي واللغوي وبداية الأشعار. وهذه المرحلة هي أوج الحضارة العباسية، يعني ما لدينا اليوم من إنتاج فكري وثقافي وأدبي يرجع للحضارة العباسية يرجع لهذه المرحلة التي عايشها الإمام الرضا سلام الله عليه. طيب إمامة الإمام الرضا كانت 10 سنوات مع هارون العباسي المعروف باسم هارون الرشيد، و10 سنوات أخرى، 5 سنوات الأولى كانت مع ابن هارون الأمين، و5 سنوات الثانية كانت مع أخي الأمين الذي اسمه ماذا؟ المأمون. يعني 20 سنة هذه ولاية الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا في هذه الفترة، في هذه المرحلة، كان قطب علماء زمانه، كانت الكعبة التي يتوجه إليها أهل الفكر وأهل الأدب وأهل الحكمة وأهل المعرفة من كل الأمصار ومن كل الأديان. وهذا ما نقلته لنا كتب التاريخ في حوارات الإمام الرضا سلام الله عليه مع كبار علماء النصارى، كبار علماء اليهود، كبار علماء المجوس، وسائر الأشخاص وسائر الملل والنحل، وكبار تلك الملل والنحل في ملاقاته مع الإمام الرضا سلام الله عليه. بمعنى أن الإمام الرضا في أوج الحضارة العباسية كان هو الأصل الذي يرجع إليه كل ذي لب، كل ذي معرفة.
وهذا طبعا كان يمثل تهديد ضمني لخلفاء بني العباس، لأنهم وجدوا أن الإمام الرضا ممكن سيخطف الأضواء بعباراتنا وسيوجه يعني هذه الموجة العلمية لصالح الإمامة والولاية. لذلك كان التحدي الأكبر أمام خلفاء بني العباس هي مسألة علم وأعلمية الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن أمامهم أي مفر إلا محاولة التقرب من الإمام الرضا ومحاولة احتوائه، لعلهم بذلك يجدون لأنفسهم قيمة أو نحوا من الاحترام في المجتمع الإسلامي آنذاك. طيب، بشكل عام مرحلة الإمام الرضا، إمامة الإمام الرضا سلام الله عليه، أهمها كانت الخمس سنوات الأخيرة في خلافة في مرحلة حكومة المأمون، لأن الأمين أخو المأمون الذي سبق المأمون لم يكن من أهل العلم ولم يكن من أهل المعرفة ولم يكن من أهل الحكمة، بل كان إنسان يعيش حالة اللامبالاة وكان يعيش عيشة الفسق والنجوم، لذلك كان منبوذا حتى من أقرب الناس إليه الأمين. ولكن المأمون على خلاف ذلك كان إنسان متضلعا في الحكمة وكان صاحب معرفة وله جملة من الآراء وعلى مستوى الأدب يعتبر أديب وغيرها من الأمور. لذلك كانت مرحلة المأمون سواء بالنسبة للخلافة العباسية هي أهم مرحلة، وبالنسبة للإمام الرضا سلام الله عليه هي مرحلة المصير، مرحلة التي ستحدد مصير الإمام الرضا سلام الله عليه في علاقته بالسلطة العباسية. طيب، من باب التبرك بعض الروايات التي نذكرها عن الإمام الرضا سلام الله عليه، يعني أحد الروايات التي تعطينا الأصل والأساس في التعامل مع الحقائق في هذا العالم، وهو العودة إلى أصل وأساس كل هذه الحقائق، وهي حقيقة التوحيد. الرواية المعروفة عن الرضا سلام الله عليه، كلمة لا إله إلا الله ماذا؟ حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي، بشرطها وشروطها. وماذا عقب الإمام بعد ذلك؟ ماذا قال؟ وأنا من شروطها. طيب، هذه الرواية تشير إلى أصالة حقيقة التوحيد وإلى الطريق المؤدي لروح التوحيد. الطريق المؤدي لروح التوحيد لا شك أنهم أبواب التوحيد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. عبارة الإمام الرضا سلام الله عليه في خصوص التوحيد، في خصوص كلمة التوحيد، أن التوحيد حصن، أن كلمة لا إله إلا الله هي ماذا؟ الحصن. وعندما نقول حصن ماذا يعني الحصن؟ عندما نقول حصن عم نقول الحماية، نقول الأمن، نقول أن تلك ذلك الأمر الذي يقي الإنسان الفرد ويقي الإنسان المجتمع شر سهام الأعداء، شر سهام إبليس. بمعنى أن الإنسان الذي لم يدخل حصن التوحيد هو في مرمى سهام الأعداء مباشرة، لا يمكن أن يكون ذا يعيش في فضاء آمن إذا كان الإنسان خارج دائرة التوحيد. الأمن، الإطمئنان، الاستقرار، السكينة لا نجدها إلا في كهف التوحيد، في حصن التوحيد. طبعا هنا عندما نحلل هذه العبارة لإمام الرضا سلام الله عليه، يمكن أن نصل إلى ما تعيش الإنسانية اليوم من عدم استقرار، من عدم أمن، من انتفاء للسكينة، من خوف مستمر، خوف مرضي. كل هذه الأشياء تكشف لنا من خلال رواية الإمام الرضا أن الإنسانية اليوم تعيش خارج حصن التوحيد. إذن كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي، بشرطها وشروطها، وكما قال الإمام الرضا سلام الله عليه، وأنا من شروطها. رواية أخرى عن الرضا سلام الله عليه يقول فيها: عدو المرء أو صديق المرء عقله، وعدوه جهله. صديق المرء عقله، وعدوه جهله. طيب، الصديق ما هو دور الصديق؟
الصديق هو الذي يصدق الإنسان، الصديق هو الذي يريد الخير للإنسان، الصديق هو من أسباب سعادة الإنسان، الصديق هو من باب أنس الإنسان واستقراره واطمئنانه. وعلى خلاف الصديق نجد ماذا؟ العدو. العدو هل يبحث على سعادة الإنسان؟ لا. العدو هل يصدق الإنسان؟ لا. العدو يخدع الإنسان، العدو يضر الإنسان، العدو يريد أن يفتك بالإنسان. الإمام الرضا سلام الله عليه بيّن أنه للمرء، للفرد، للإنسان صديق واحد في هذا العالم وعدو واحد في هذا العالم. الصديق الوحيد هو من؟ هو العقل. والعدو الوحيد هو الجهل. عندما نقول الصديق الوحيد يعني الصديق أولا وبالذات للإنسان هو العقل، ومن خلال العقل تتحدد سلسلة وشبكة سائر الأصدقاء، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: أصدقاؤك كم؟ ثلاثة. وأعداؤك ثلاثة. أصدقاؤك صديقك وصديق صديقك ومن؟ وعدو عدوك. وأعداؤك ثلاثة: عدوك ومن؟ وصديق عدوك وعدو صديقك. طيب، عندما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه أن الإنسان عنده صديق واحد هو العقل، من خلال هذا العقل ستتضح ماذا؟ مجموعة الأصدقاء. من هم أصدقائي؟ الذين يدل عليهم العقل، وأصدقاء العقل، وأعداء الجهل، وأعداء الجهل. عندنا رواية أخرى عن الإمام الصادق سلام الله عليه التي تبين أصدقاء العقل وتبين أيضا أصدقاء الجهل. أصدقاء العقل بالضرورة سيكونون أصدقائي، وأصدقاء الجهل سيكونون ماذا؟ أعدائي. تلك الرواية معروفة باسم ماذا؟ جنود العقل وجنود الجهل. إذن فالمؤمن، فالإنسان أول فعل يصدر عنه، حلقة الوصل بينه وبين كل حقائق هذا العالم، وحلقة الوصل بينه وبين جميع أعدائه في هذا العالم هو العقل. إذا اتبع الإنسان عقله فسيصل للتوحيد، سيصل لمعرفة الغيب، سيصل لاتباع النبوة، سيصل للالتزام بالإمامة، سيصل إلى كل هذه الحقائق. ولكن إن خالف الإنسان هذا العقل واعتمد طريق الجهل فإن هذا الإنسان لن يهنأ، لأن طريق الجهل ليس بطريق يؤدي إلى مصلحة هذا الإنسان. لماذا؟ لأن الجهل هو عدو أول بالذات لهذا الإنسان. الإمام الرضا سلام الله عليه يريد أن يعطينا معيارا في حال الفتن. الفتنة هي مرحلة الشبهات. من أهم ما يميز مرحلة الفتن أن الإنسان لا يعرف الصديق من العدو، يعني يخال بعض الأشخاص أصدقاء ثم يتبين كونهم كانوا أعداء له ويخفون عداوتهم، ويظن بعض الأشخاص أنهم أعداء لكنهم في الحقيقة في علم الله هم من أصدقاء. طيب، كيف يمكن أن أعرف هؤلاء الأصدقاء وأميزهم عن أولئك الأعداء؟ بالعودة إلى الصديق الذي لا يمكن أن أخدع فيه، وهو العقل، بإعمال العقل، باتباع العقل، بسلوك نهج المعرفة يمكن للإنسان أن يعرف حقيقة الصداقة ومصادقها، وعندها يمكنه أن يعرف موارد الجهل ويبتعد عن أصدقاء هذا الجهل. طيب، الإمام الرضا سلام الله عليه عندما يقول صديق المرء عقله وعدوه جهله، ضمنيا ماذا يريد أن يقول لنا الإمام الرضا سلام الله عليه؟ أن الإنسان إذا أخطأ لجهله فهذا إنسان غير معذور. لماذا؟ لأنه اتبع عدو،
اتبع عدو بينته الروايات، اتبع عدو كشف عنه الواقع. فلا يمكن أن يعذر الإنسان بجهله، لا يعذر الجاهل بجهله. فالإنسان إذا أراد أن تكون أعماله مبرئة لذمته أمام الله يوم القيامة، لا يمكن أن يتقرب إلى الله وهو في حال الجهل. بل كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: فر من الجاهل كفرارك من الأسد. بمعنى أن الإنسان عليه أن يعادي الجهل كما يعادينا الجهل، يعلن الحرب عن هذا العدو الذي هو الجهل. وطبعا عندما ننظر إلى واقعنا، عندما ننظر إلى تفاصيل العالم الذي نعيشه، سنجد أن مأساة الإنسان اليوم في جهله. وإذا وجدت بعض النقاط الموضئة، بعض محطات الأنوار، فهي راجعة إلى عقله. إذن فرأسنا للإنسان هو العقل، من خلاله يكشف مواطن الجهل، ومن خلال تلك المواطن يعرف الإنسان أعداءه فيتقيهم ويبتعد عنهم ويفر منهم كفراره من الأسد، ويلتزم الإنسان بلوازم هذا العقل. طيب، من بين الظروف التي عاشها الإمام الرضا سلام الله عليه، محنة سميت بمحنة خلق القرآن. سئل الإمام الرضا سلام الله عليه في تلك الظروف، في خضم تلك الأسئلة والإشكاليات التي كانت تطرح، قيل له: هل القرآن مخلوق أو قديم، حادث أو قديم؟ فكان جواب الإمام الرضا سلام الله عليه: إن القرآن ليس بخالق وليس بمخلوق، هو كلام الله فلا تتجاوزوه ولا تبتغ الهداية في غيره. في عموم الرواية المباركة، بمعنى أن الإمام الرضا سلام الله عليه قال أن القرآن خارج دائرة النقاش، هل هو حادث أو قديم، مخلوق أو قديم، بل يجب أن نتعامل مع القرآن بما هو كلام الله عز وجل، ولا نبحث عن الهداية في غيره. طيب، لماذا الإمام الرضا سلام الله عليه لم يجب صراحة هل أن القرآن حادث أم قديم؟ طيب، المسألة هي على هذا النحو: في مدرسة أهل البيت، كما بينه علماء مدرسة أهل البيت، أن القرآن إن كان المقصود به كلام الله عز وجل، إن كان المقصود به علم الله عز وجل، فهذا يرجع إلى صفات ذاتية في الذات الإلهية المقدسة التي هي العلم والكلام والإرادة، وهذه أمور قديمة بقدم ذات الله عز وجل. فإذا كان المقصود بالقرآن هذا البعد، فلا شك أنه قديم. لكن إن كان المقصود بالقرآن هي هذه الكلمات والألفاظ التي نزلت ووصلت إلينا باللغة العربية، وهذا المصحف الموجود بين أيدينا، هذه الكلمات وهذه الآيات وهذه السور، فهي حادثة، لأن اللغة العربية حادثة، لأن الألفاظ حادثة، لأن الكلمات حادثة. فبهذا المعنى يكون القرآن ماذا؟ حادث وليس بقديم. طيب، الخطأ المنهجي الذي وقع فيه الذين خاضوا في هذا الموضوع في زمان الإمام الرضا، أنهم لم ينتبهوا إلى مراتب القرآن الكريم. ولذلك قال الإمام الرضا سلام الله عليه إنه لا خالق ولا مخلوق، يعني حقيقة القرآن لا يمكن أن نحكم عليها أنها حادثة أو قديمة، لا يمكن أن نختزل القرآن في بعد من أبعاده، بل القرآن حقيقة واحدة ذات مراتب، كما مر بيانه في حصص أخرى، وحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، مرتبة أولى في كتاب المكنون، مرتبة ثانية في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مرتبة ثالثة بلسان عربي مبين. هذه المرتبة الثالثة هي حادثة، المرتبة الأولى قديمة لأنها جزء من علم الله عز وجل. طيب، الإمام الرضا سلام الله عليه عدم تصريحه بهذا الجواب لماذا؟ لأن المأمون، ونحن نعلم أن المأمون كان من علماء المعتزلة، بل من أكبر علمائهم في ذلك الزمان، والنقاش كان بين المعتزلة وأهل الحديث. المعتزلة هم الذين يعتمدون العقل، وأهل الحديث الذين يعتمدون ظاهر النقل.
طبعا العقل الذي يعتمد عليه المعتزلة هو العقل المترجم من الفلسفة والحكمة اليونانية، بينما العقل الذي يشير إليه الإمام الرضا سلام الله عليه هو العقل الذي يعقل صاحبه عن المعاصي. اختلاف ماهوي كبير بين العقل المعتزلي وعقل الأئمة، والعقل الذي تشير إليه كلمات الأئمة سلام الله عليهم. طيب، الذي يهمنا أن النقاش كان بين المعتزلة وأهل الحديث، وكان المعتزلة يصرون على أن القرآن حادث وليس بقديم. طيب، لما نقول حادث نحن فهمنا أن حادث بمعنى أن ألفاظه كلمات القرآن باللغة العربية، وهذه من محدثات الأمور وليست اللغة العربية وسائر اللغات الأخرى أمور قديمة بالذات. ولكن المأمون تركيزه وتأكيده على حدوث القرآن، إلى درجة أنه كما نعلم مثلا في محنة ما عرفت بمحنة القرآن كما تدل عليه كلمة المحنة، يعني تلك المرحلة حملت معها مصائب بنحو ما، أن الذي كان يخالف مقولة حدوث القرآن كان يعذب وكان يقتل وكان يرمى به في السجن. نحن نعلم أن أحد أئمة المذاهب بالأربعة في مدرسة الخلفاء مات بسبب تعذيبه في السجن لأنه قال بقدم القرآن. من هو؟ أحمد بن حنبل وغيره من العلماء الآخرين، علماء مدرسة الخلفاء. هذا يبين أن هذه المسألة كانت على درجة كبيرة من الحدة والشدة. طيب، لماذا المأمون يعني أمر مواليه في جميع المناطق، يعني الخلافة العباسية كانت ممتدة من شرق العالم الإسلامي في ذلك الزمان إلى غربه، أمرهم جميعا أنهم من يقولوا بأمر على خلاف حدوث القرآن يجب أن يعدم. هنا نفهم يعني مدى خطورة معرفة المأمون ومدى خطورة العلم الذي هو موجود في ذهن المأمون. لأننا عندما نجد أن المأمون يركز على حدوث القرآن فهو يمهد لمقولة أخرى، يمهد لمرحلة أخرى، وهي ماذا؟ أن هذا القرآن الحادث ليس بقديم، فهذا قرآن حمال أوجه، هذا قرآن متغير بتغير الزمان، هذا قرآن خاضع لعناصر وعوامل التاريخ، هذا قرآن خاضع لحركة الإنسان، وبالتالي هذا قرآن يمكن أن يؤول في كل لحظة وفي كل آن بما يشتهيه المفسر، بما يريده صاحب، ما يريده المتعامل مع ذلك القرآن. ولا توجد في القرآن حقيقة أزلية، حقيقة واحدة خالدة، لأن هذا القرآن ليس بقديم. إذن فمرنا المأمون من طرح هذه المسألة، مسألة حدوث القرآن، وإن كانت في ظاهرها مسألة كلامية ولكنها عميقة ذات أبعاد فلسفية يعلمها المأمون ومن هم على شكلة المأمون. وعندما إذا أردنا أن نعرف خطورة ما طرحه المأمون نرجع أو نتذكر ما هو مطروح في زماننا من القول بتاريخانية القرآن. ما معنى تاريخانية القرآن؟ يعني أن هذا القرآن ليس بأمر فوق التاريخ حاكم على التاريخ، بل هو خاضع لعوامل التاريخ. تاريخانية القرآن، هذا أحد كتب عنوان كتاب لمحمد أركون، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. طيب، هذا الكتاب يبين أو امتداد بشكل غير مباشر أو امتداد لما طرحه المأمون قبل 12 قرنا، هذا حتى نعلم خطورة المأمون من ناحية العلمية الفكرية. طيب، إذا كان الإمام الرضا سلام الله عليه يقول أن مرتبة من مراتب القرآن حادثة، فمن كان الذي سيستغلها؟ سيستغلها المأمون بلا شك، وسينسب نفسه
إلى مدرسة أهل البيت، إلى مدرسة الإمام الرضا، وسيقوي ويعتبر كلام الإمام الرضا شاهدا على صحة كلامه. فلذلك كانت كلمات الإمام الرضا سلام الله عليه في بيان القرآن، رغم كون علمائنا اليوم مثل العلامة الطباطبائي وغيرهم يقولون أن القرآن حادث، مع التفصيل الذي مر، إن كانت هذه العبارة طرحت في زمان المأمون لا شك أنه كان سيساء استغلالها. إذن فالإمام الرضا سلام الله عليه نتعلم منه في مواجهته لمحنة القرآن، نتعلم منه أنه حتى في بيان الحق والباطل الإنسان مقيد بذهن المخاطب، مقيد بمدى معرفة المخاطب وما هو حاضر في ذهن المخاطب. كما يقول الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر، يعني لا نحمل الطرف الآخر فوق طاقته. لماذا؟ لأن الطرف الآخر لا يفهم ولا يستوعب الكلام كما يريده المتكلم، بل يستوعب ذلك الكلام من خلال أحكام قبلية حاضرة في ذهنه. فالمخاطب فالمتكلم يجب أن يكون عالما بتلك الأحكام حتى يعرف كيف يتجاوز محظورات الفهم السيء، كما فعل الإمام الرضا سلام الله عليه في إجابته لأصحابه الذين سألوه هل أن القرآن حادث أم قديم. طيب، هذه الفكرة حتى نأخذ، يعني حتى نكون في الفضاء الذي عاشه الإمام الرضا سلام الله عليه في تلك المرحلة. طيب، لماذا سمي الإمام الرضا بالرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ في مضمون إحدى الروايات سئل الإمام الجواد سلام الله عليه، قيل له إن الإمام الرضا سمي بالرضا لأنه رضي بولاية العهد، فكان جواب الإمام الجواد سلام الله عليه يعني في بيان هذا القول، قال كذبوا والله وفجروا، بل سمي بالرضا لأنه كان رضا لله في السماء ولنبيه والأئمة من بعده في الأرض. يعني أن الإمام الرضا سلام الله عليه وصل إلى مقام رضي الله عنه فيه إلى تلك الدرجة أنه أصبح حقيقة الرضا وحقيقة الرضوان الإلهي. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كل إمام سماه الرسول صلى الله عليه وآله، لقبه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعنوان، أعطاه صفة. الإمام الحسن سلام الله عليه كريم أهل البيت، الإمام الحسين الشهيد، الإمام جعفر بالصادق، الإمام علي بن موسى بالرضا. طيب، هذه التسميات أو هذه التوصيفات النبوية للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لم تأتي من فراغ، وإنما تعكس حقيقة كاملة في ذلك المعصوم، في ذلك الإمام. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، الأئمة الاثني عشر ضمن المعصومين الأربعة عشر، كل معصوم هو جزء من الهداية الإلهية لهذا العالم. يعني حقيقة الإمامة هي ماذا؟ هي هداية تكوينية لهذا العالم لله عز وجل. طيب، يتذكر الأخوات الأخوة الفرق بين النبوة والإمامة. ما هو الفرق بين النبوة والإمامة؟ النبوة هي هداية تشريعية، والإمامة هي هداية تكوينية. النبوة هداية تشريعية معيارها بيان الحق والباطل، بينما الإمامة هداية تكوينية ماذا تعني؟ إيصال العالم إلى الحق. النبوة بيان للحق وتمييز عن الباطل، بينما الإمامة ماذا؟ إيصالا للحق. هداية هذا العالم إلى الحق، هداية هذا العالم إلى الحق تقتضي جملة من المقومات، ولأنها هداية للحق فهي هداية لباطن هذا العالم، تصرف في باطن عالم الخلقة. الإمام يتصرف في قلوب أفراد البشر، يتصرف في باطن هذا العالم لهدايته للذات. هذه الهداية في هذا الباطن، هذه الهداية التكوينية تقتضي جملة من الحقائق، مثلا تقتضي
أن يرى الباطن مشهدا من مشاهد الحق الذي يريد أن يصل إليه، أن يرى الباطن بعض علوم ومعارف ذلك الحق الذي يريد أن يصل إليه، أن يرتبط الباطن، يعني باطن هذا العالم سواء كان باطن أفراد البشر أو باطن هذا العالم، أن يرتبط هذا الباطن بسر من أسرار الحق الذي يريد أن يصل إليه. وكل هذا وكل هذه الأمور هي أمور ضرورية ومصيرية في صيرورة باطن هذا العالم لله للحق. هذه الصيرورة هي فعل الإمامة في باطن هذا العالم. فشاءت حكمة الله عز وجل أن باطن هذا العالم، أن حركة هذا العالم في شهوده لبعض مراتب جمال الحق، اختار الله عز وجل أن يكون الحسين سلام الله عليه شهيد. بمعنى ماذا؟ بمعنى من خلاله يشاهد هذا العالم بعض مراتب جمال الله، لأن هذا أمر ضروري في صيرورة هذا العالم لله عز وجل. شاءت حكمة الله أن يتعلم هذا العالم في باطنه من كرم الإمام الحسن، من كريم أهل البيت، من الصدق الحسن، أن يتعلم كيف يؤثر على نفسه ويتجاوز ذاته ويتجاوز الأنا ويتجاوز حب الذات لأجل الوصول للآخر، لأجل الوصول للحق. من بين العناصر الحاكمة على باطن هذا العالم في صيرورته لله عز وجل هي حقيقة الرضا الباطني بإرادة الله وفعل الله في هذا العالم. بدون تحقق هذا الرضا لا يمكن أن يصل هذا العالم لله عز وجل. فشاءت حكمة الله أن يكون مظهر الرضا في هذا العالم، أن سبب تحقق الرضا في هذا العالم، عامل وجود الرضا في هذا العالم، هو الإمام الرؤوف أنيس النفوس علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. بمعنى أن كل مرتبة من مراتب الرضا المتحققة في هذا العالم فهي بفعل لطف من ألطاف علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. طبعا كل الأئمة مظاهر للرضا، كل الأئمة مظاهر للرأفة، كل الأئمة مظاهر للرحمة، لكن مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تجلي الرحمة لغير المعصوم أقرب منها من سائر الأنبياء. تجلي الرضا من خلال علي بن موسى لغير المعصوم هي أقرب لهذا الإنسان، وباب الرضا هو علي بن موسى صلوات الله وسلامه عليه. كل مظاهر الرضا في هذا العالم هي بلطف علي بن موسى سلام الله عليه، حتى الرضا في أبسط مظاهره، في أدنى مظاهره، رضا الوالدين على أبنائهم هو بلطف علي بن موسى الرضا، رضا الزوجة على زوجها بلطف علي بن موسى الرضا، رضا الأنبياء والأولياء على أتباعهم هو بلطف علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. كل مرتبة من مراتب الرضا التي هي في طريق هداية هذا العالم لله كلها بفعل نور من علي بن موسى صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يحقق حلقة من حلقات هذا الرضا في واقعه فعليه بالتوسل بمن؟ بعلي بن موسى سلام الله عليه. زوجة تريد أن تحصل رضا زوجها، زوج يريد أن يحصل رضا زوجته، أبناء يريد الأبناء أن يحصل رضا الوالدين، الآباء يريد يعني يسعى الآباء لتحصيل رضا أبنائهم عليهم، وهكذا. التوسل بعلي بن موسى سلام الله عليه هو أمر مهم في تحقق هذا الرضا. لماذا؟ لأن الرضا مظهره علي بن موسى سلام الله عليه. بل إن المؤمن في سلوكه لله عز وجل لا يمكن أن يصل إلى أعلى مراتب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إلى مرحلة النفس المطمئنة، إلا بعلي بن موسى سلام الله عليه. يعني في الآيات المباركات
عندما يطلب الله عز وجل من هذه النفس المطمئنة، يا أيها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، راضية بقضاء الله وقدره، مرضية بما يرضيها الله عز وجل، بمعنى أن هذه النفس لا يمكن أن ترجع لله في حال كونها مطمئنة إلا بتحقق رضا الله عليها ورضاها بقدر الله. ورضا الله على هذه النفس لا يتحقق إلا بشفاعة من علي بن موسى، ورضا هذه النفس بقدر الله لا يتحقق إلا بتوسل لعلي بن موسى الرضا سلام الله عليه. فكل مرتبة من مراتب هذا العالم يوجد فيها رضا إلا ولعلي بن موسى نظر لطف فيها. عنوان الرضا، حقيقة الرضا في علم الأخلاق، هو أعلى مراتب سلوك المؤمن لله عز وجل. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عاشوراء آخر كلماته قبل شهادته سلام الله عليه: إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك. رضا بقضاء، مقام الرضا هو آخر مقام وصله الإمام الحسين، ومن خلاله كانت نفسه مطمئنة لله عز وجل ومطمئنة بالله. عنوان الرضا هو العنوان الحاكم على الحياة المعنوية الباطنية، لأن الحياة المعنوية الباطنية الإيمانية للإنسان هي حقيقة جنته يوم القيامة. وهذه الجنة يوم القيامة محكومة لأمرين، أن أعلى مراتبها هي ماذا؟ رضوان الله الأكبر. ورضوان من الله يعني رضوان من الله، هذه النكرة التي جاءت في هذه الآية المباركة تشير إلى أن الإنسان لا يمكن أن يعرف قيمة هذه المرتبة في الجنة. رضوان الله، رضوان ورضوان من الله أكبر. وأيضا جاءت نكرة للإشارة إلى أن حتى المرتبة القليلة منها رضوان من الله، والشيء الرضوان من الله القليل هو في حد ذاته أعظم من الجنة وجميع ملذاتها وجميع نعيمها وجميع نعمها. طيب ذلك الرضوان، رضوان الله الأكبر في عالم القيامة في يوم الجنة، هو تجلي لحقيقة وصول الإنسان لمقام الرضا في عالم الدنيا. أعلى المراتب لا يمكن أن يصلها الإنسان إلا بوصول أعلى المراتب الجنة، لا يمكن أن يصل الإنسان إلا إذا أدرك مرتبة الرضا في عالم الدنيا. وكذلك أدنى مراتب الجنة، أولى خطوات الإنسان في الجنة لا تتم إلا بإذن مالك وخازن الجنة، واسمه ما اسمه؟ رضوان. يعني الدخول للجنة بفعل حقيقة الرضا المتجلية في ملك الرضوان. أعلى مراتب الجنة حقيقة رضوان الله الأكبر. إذن فالرضا هو عنوان عام يحكم مسيرة المؤمن الإيمانية. طيب ما معنى الرضا؟ ما معنى أن يصل الإنسان إلى مقام الرضا؟ الرضا يعني أن يسعى الإنسان لنيل مرضات الله عز وجل، ويرضى الإنسان بكل ما قسمه وقدره الله له. السعي لنيل مرضات الله والسعي للرضا بكل ما تحقق في هذا العالم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الخشية من الله هي التي تحقق هذا الرضا. وطريق الوصول إلى الخشية ماذا؟ هو العلم والمعرفة. إنما يخشى الله من عباده. إذن حلقة الوصل بين الإنسان والخشية التي تحيلنا على عالم الرضا هي العلم والمعرفة. وبمقدار علم الإنسان، بمقدار معرفة الإنسان، تتحقق تلك الخشية وتتحقق مرتبة من مراتب الرضا. أولى مراتب هذا العلم، يعني أدنى مراتب هذا العلم، أن يعلم الإنسان أن الله عز وجل إذا أمرنا بشيء فلا شك أنه لمصلحتنا،
وإذا نهانا عن أمر فقطعا أن ذلك الأمر يضرنا، لذلك أبعدنا الله عز وجل بذلك النهي الشرعي. الرضا هنا ماذا يعني؟ معرفة الإنسان بكون هذه الأمور التي يأتيها الإنسان واجبات حتى يحقق مصلحته ويبتعد عن المنهيات ليدفع الضرر عن ذاته وعن نفسه، هذه الأمور يأتيها الإنسان بغاية مرضاة الله عز وجل. المعرفة هنا تعني مقام الرضا في مقام الفعل، في مقام الالتزام بالأمر والنهي، يعني أن لا يفكر الإنسان في مصلحته في التعامل مع أحكام الشرع. مقام الرضا يعني أن يتجاوز عبادة التجار وعبادة العبيد إلى عبادة الأحرار، هذا في معايير عالم الجنة. ثم ذلك في عالم الدنيا، يعني معرفة الإنسان في مرتبة في تحقق الرضا في مرتبة الفعل هو نيل مرضاة الله عز وجل. مرتبة أخرى من مراتب المعرفة تحيل الإنسان على مرتبة أعلى من مراتب الرضا، وهي ماذا؟ أن يعلم الإنسان أن الله هو الفاعل والمؤثر الوحيد في هذا العالم. ما معنى يعلم؟ ليس فقط أن يجمع هذه المعطيات في ذهنه، المعرفة بمعنى معرفة في عالم القلب، أن يدرك الإنسان أنه لا فاعل ولا مؤثر في هذا الوجود إلا الله عز وجل. وبالتالي إذا واجهت الإنسان مشكلة، فإذا غضب الإنسان لن يتغير تتغير تلك المشكلة. إذا مثلا الإنسان أصيب بأزمة لن تتغير تلك المشكلة. لا يمكن أن يتغير الواقع بانفعال الإنسان، لأن ذلك الواقع هو فعل لله عز وجل. فأي واقع يواجهه الإنسان لابد الإنسان أن يرجع لله. يعني في بعض الروايات أن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، فإن صبر ذلك العبد اجتباه وإن رضي اصطفاه. يعني الصبر شيء والرضا أمر آخر. ما معنى الصبر؟ اختلاف الصبر عن الرضا في أي شيء؟ الصبر بمعنى أن الإنسان يجد في ذلك الأمر مثلا شدة معينة، أزمة مالية، أزمة اجتماعية، صعوبة يعيشها الإنسان، فتنة أو افتراءات يعيشها الإنسان، كل مظاهر الشدة التي يعيشها الإنسان يجد فيها ما يخالف ذاته، فهذا أمر على خلاف الفطرة لا يستسيغ الإنسان، ولكن يصبر الإنسان. لماذا؟ لأن الله عز وجل أحكم الحكماء، لأن الله عز وجل لا يريد به إلا الخير، ولأنه لا يوجد أي حل أمام هذا الإنسان إلا بالتسليم لله عز وجل، هذا الصبر. لكن الرضا ماذا يعني الرضا؟ أن هذا الإنسان يجد في هذه الآلام ماذا؟ لذة، يجد في هذه المصائب رحمة، يرى في مشهد قتل الحسين سلام الله عليه جمال الله عز وجل، والله ما رأيت إلا جميلة. هذه مرحلة الرضا، ومرحلة الرضا أعلى من مرحلة الصبر. المحدد للدخول في مرحلة الصبر، المحدد للوصول إلى مقام الرضا، هي معرفة هذا الإنسان. هي ماذا؟ معرفة هذا الإنسان. إذا صبر اشتباه وإذا رضي اصطفاه. الفرق بين الاشتباء والاصطفاء في أي شيء؟ اشتباه ماذا يعني؟ اشتباه يعني مثل ما نقول من الجباية، جباية الأموال ماذا تعني؟ جباية الأموال يعني يأتي الحاكم ويأخذ صفوة المال، الربح الذي موجود عند الرعية يأخذ ذلك الربح، صفوة المال يأخذه. الاشتباه بمعنى أن الله عز وجل من بين أفراد البشر يشتب الصابرين، بمعنى يميزهم، يرفع من شأنهم، يبين امتيازهم عن الآخرين، يجعلهم في أعلى درجات الجنة، في أعلى مراتب القرب. هذا الاشتباه. الاصطفاء ماذا يعني؟ الاصطفاء يصطفيهم لنفسه،
يختارهم لنفسه. الاصطفاء، الفرق بين الاصطفاء والاشتباء أن الاشتباء طرف النسبة فيه هو سائر الناس، بينما الاصطفاء طرف النسبة فيه هو الله عز وجل. والاصطفاء أن يكون الإنسان في ظل الصفوة، الصفوة التي يختارها الله عز وجل له، هو الدخول في مقام الرضا. طبعا التسليم والرضا هذه من أصعب الأمور على القلب، ولذلك كانت من علامات الوصول إلى أعلى درجات الإيمان، لأن كل فتنة، كل منافر للذات، كل أمر أو كل معصية أو كل تعدى عن حدود الله يصدر عن الإنسان فهو بمقدار ضعف حقيقة التسليم والرضا لله. الغضب، اتباع الشهوات، مخالفة الشريعة، التعدي على حقوق الناس، كل هذه الأمور هي في الحقيقة تكشف عن مدى ضعف تسليم هذا الإنسان لله. وبالتالي التسليم والرضا هما، حقيقة الرضا هو المعيار الأصلي لحقيقة إيمان الإنسان، المحدد للمرتبة الإيمانية ولدرجة القرب من الله عز وجل هي حقيقة رضا الإنسان. كما رأينا أن الجنة تبدأ بالرضوان، وأعلى درجاتها رضوان الله أكبر، تبدأ بالملائكة الرضوان وأعلى درجاتها، لأن الرضا والرضوان هو المحدد لمراتب الجنة. أعلى مراتب الرضا في هذا العالم أن يعيش الإنسان لله وبالله. الأمر الرضا والسخط، يعني عندما يرضى الإنسان ماذا يعني؟ أنه وجد أمرا موافقا لطبعه، يسخط الإنسان وجد أمرا مخالفا لطبعه. يصبر يعني يدرك الإنسان المخالف للطبع لكنه يصبر. الرضا ماذا يعني؟ الرضا ذلك الأمر المخالف لطبع الناس مثلي هو بالنسبة لي ماذا؟ أمر موافق للطبع. المخالف والموافق للطبع بالنسبة للإنسان الذي وصل إلى مقام الرضا لا يختلفان. لماذا؟ لأنه فناء في الله عز وجل، فما يرضى عنه الله يرضاه هذا الإنسان، وما يسخط الله يرفضه هذا الإنسان. طبعا الرضا والسخط في عالم الله عز وجل ليس بمعنى الانفعال كما هو في حال الإنسان. رضا الله وثوابه هي جنته، سخط الله عقابه جهنمه. طيب إذن فالرضا، الإنسان الذي هو في أعلى مراتب، في أعلى درجات الرضا، هذا يعني أن هذا الإنسان فنى في الله عز وجل، ولا حضور لإنيته وأنانيته وذاتيته، ولا تأثير لذاته في تشخيص الموافق والمخالف للطبع، بل هو هائم في جمال الله عز وجل، ويجد نفسه تبعا لجمال الله، راض برضا الله ومتنفر من كل ما يسخط الله عز وجل. هذه أعلى درجة، هذا هو رضوان الله الأكبر. بينما الإنسان الذي يحدد ما يوافقه وما يخالفه، ويرضى بما يوافقه ويرفض ما يخالفه، في الحقيقة المعيار هنا أين؟ هي الأنا، هي النفس. صحيح أن هذه النفس تابعة للشرع، لكن النفس لها حضور، وهذا مقام الصابرين. طيب أعلى درجات الإيمان قلنا هي الرضا، مفتاحها التوسل بعلي بن موسى سلام الله عليه، طريقها ذكر علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الوصول إلى أعلى درجات الإيمان متوقف على حقيقة علي بن موسى سلام الله عليه. ومن هنا نقترب شيئا فشيئا من سر من أسرار علي بن موسى الرضا. ما هو ذلك السر؟ أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله استعمل كلمة بضعة فقط لشخصين، للصديقة الطاهرة ولعلي بن موسى الرضا. ستدفن بضعة مني في أرض طوس، يعني رواية منسوبة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، استعمل فيها كلمة بضعة على علي بن موسى سلام الله عليه. إذن
فعندما نعرف حقيقة الرضا وعندما نعرف مكانة الرضا في النظام القيمي والأخلاقي للإيمان وعندما نعرف حقيقة الجنة وتقومها بالرضا وعندما نعرف أن درجة القرب من الله معيارها وملاكها حجم الرضا المعنوي الحاضر في هذا القلب، عندها نعرف قيمة السلطان أنيس النفوس المدفون بأرض فوس علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء حق علي بن موسى الرضا كما ينبغي للرضا بين يدي الله. إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء، وعلى نية تعجيل فرج مولانا الحجة بن الحسن، نهدي جميعا ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أيامنا وأيامكم، ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا ذكرى مولد الرضا في ظل دولة حفيد الرضا الإمام صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نسألكم الدعاء وفي أمان الله.